والهدف الثاني لصالح اتحاد الحراش بعد تمريرة على طبق من لاعبي أو من بعلام، ولقطة جميلة جدا قام بها فريق اتحاد الحراش لسجل الهدف الثاني وتعديل النتيجة أمامها طبعا حيرة فوزي شوشي اللي يعني يقول أنه ما يقدر يعمل ولا شيء في مثل هذه اللقطة، لأنه بومشرى سليم كان وجه لوجه أمام الحارس هذا سليم بومشرى أو الحارس. شوف التمريرة من بوعلام يعني ما فيش تسلل، والمراوغة والتمريرة والهدف الرائع لقطة من سليم بومشرى. إذن هدف ثاني ويرجع اللقاء للتعادل هدفين مقابل هدفين، يعني لقاء نقول عنه أنه لقاء في منتهى الروعة بالأهداف، يعني أربع أهداف كاملة تسجل في هذا اللقاء وتعادل في النتيجة